نبدأ مع الوضعية التالية: استغل ياسين عدم الذهاب إلى المدرسة بسبب انتشار وباء كورونا، فأهمل دروسه ولم يفتح كتبه منذ ذلك الحين، إلا أن أخته ليلى لم تتخلى عن مراجعة دروسها ومتابعتها عبر شاشة التلفاز، مذكرة إياه بما درسوه في المدرسة في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن بعد قراءتنا لهذه الوضعية سأطرح عليكم الأسئلة التالية: ما الحدث الذي يتحدث عنه النص؟ ما الحدث الذي يتحدث عنه النص؟ نعم، أغلقت المدرسة أبوابها بسبب انتشار مرض، لكن التعلم لم يتوقف وأصبح عبر التلفاز ومراجعة الكتب. هل انخرط ياسين في هذه العملية؟ لا، بل استغل الفرصة وابتعد عن أداء واجباته. ماذا يمكن أن نقول عن ياسين؟ إنه مقصط في عمله، مقصط يعني مهمل ولا يقوم به على أحسن وجه. بماذا ذكرته أخته ليلى؟ ذكرته بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إلى ماذا تدعون هذه الآية؟ نعم، تدعون إلى طلب العلم والاجتهاد. جيد، وأنتم هل تتابعون دروسكم بجد في منازلكم؟ نعم، أتمنى ذلك، فأنا أثق بكم. إذن لننتقل إلى الوضعية الثانية. الوضعية الثانية، لاحظوا الوثيقتين، الصورة الأولى والثانية، لاحظوا المشهدين. إلى ماذا تشير هاتين الصورتين؟ نعم، الصورة الأولى تشير إلى رجل يجلس في مكتبه ويقوم بعمله بجد، أما الصورة الثانية فهي تعبر عن رجل متكاسل ويهمل عمله، نعم، وهو أيضا نائم. أي الموقفين تفضل ولماذا؟ نعم، أفضل الموقف الأول أو الصورة الأولى لأنه يعبر عن الجد وإتقان العمل. جيد، ولماذا تحب الجد وإتقان العمل؟ لأطور نفسي وأساعد مجتمعي وأرضي ربي. نعم، وهل تملك دليلا على أن إتقان العمل يرضي الله؟ نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نعم، إذن ما خلاصة ما درسناه؟ نعم، الخلاصة: العمل هو المجهود الذي يقوم به الفرد سواء كان جسديا يعني بعضلاته أو عقليا عن طريق التفكير. يجب الاجتهاد في العمل وإتقانه، وذلك بالتفكير والتأني وتجنب الغش. والعلم من الأعمال التي يجب الاجتهاد في طلبها تحقيقا لمرضاة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم، إذن فطريق العلم هو طريق إلى الجنة. نعم، ملأت فاطمة هذين الإناءين لمقارنة ساعاتهما
باستعمال الإناء الصغير الأحمر، ودونت النتائج في الجدول التالي: ملأت الإناء الأول على اليمين 10 مرات بالإناء الأحمر، وملأت القارورة 25 مرة من الإناء الأحمر. أساعد فاطمة على مقارنة سعتي هذين الإناءين باستعمال العبارة أكبر أو أصغر. فكروا قليلا حتى نساعد فاطمة على مقارنة سعتي الإناءين. سنحاول أن نتذكر بعض مكتسباتنا حول قياس السعة. الوحدة الأساسية لقياس السعة هي اللتر، والسنتيلتر وحدة أخرى لقياس السعة. تبين الصورة 3 أوان ذات ساعات مختلفة، فالملعقة تسع سنتيلترا واحدا، والإناء الأحمر يسع 10 سنتيلترات، والوعاء يسع لترا واحدا. ونعلم أن لترا واحدا يساوي 100 سنتيلتر. لنوظف هذه المكتسبات في إنجاز الأنشطة التالية، ونبدأ بالنشاط الأول حيث نلاحظ ثم نكتب سعة كل إناء في الخانة المقابلة. يسع السطر الأسود 4 أواني، يسع كل إناء منها لترا واحدا. ولملء الإناء الثاني نحتاج إلى 10 سنتيلترات لكل إناء. احسبوا سعة كل من السطل وكأس العصير. فكروا قليلا. أحسنتم، سنصحح النشاط جماعة. السطل يسع 4 أواني، كل إناء يسع لترا. إذن سعة السطل هي 4 لترات. أحسنتم. يسع كأس العصير عددا من الكؤوس الصغيرة، حيث يسع كل كأس صغير 10 سنتيلترات. لدينا هنا 9 كؤوس صغيرة من 10 سنتيلترات. السعة الكلية لكأس العصير هي 90 سنتيلتر. جيد، أحسنتم. ننتقل الآن إلى النشاط الثاني، والمطلوب هو ملاحظة الصور ثم الوصل بخط بين كل إناء وسعته. فكروا قليلا ثم أنجزوا. أحسنتم، لقد توفقتم جميعا في إيجاد الجواب الصحيح. لنتعاون على الإنجاز. نلاحظ الصور ونبدأ بالإناء الأصغر ساعة وهو الملعقة. إذن سعة الملعقة هي 1 سنتيلتر. أحسنتم. يليها كوب الياغورت
إذن سعة كوب الياغورت هي 10 سنتيلترات. تليه القارورة، سعة القارورة هي 1 لتر. جيد. يليها سطل الماء، سعة سطل الماء هي 10 لتر. وأخيرا الإناء الأكبر سعة وهو البرميل، وسعته هي 100 لتر. جيد جدا يا أطفالي. ننتقل الآن إلى النشاط الثالث. لاحظ المتساوية واحد لتر تساوي 100 سنتيلتر، ثم أكمل ما يلي. أترك لكم بعض الوقت وأحثكم على التركيز. كما توقعت تماما، لقد توفق معظمكم كالعادة في التحويل. أشجعكم على الاستمرار في نفس الجد والحماس، لنتعاون جميعا على تصحيح التمرين. سبعمائة سنتيلتر تساوي 7 لترات. جيد. 2 لتر تساوي 200 سنتيلتر. أحسنتم. 3 لتر تساوي 300 سنتيلتر. جيد. 500 سنتيلتر تساوي 5 لترات. أحسنتم يا أبناء. الآن سنساعد فاطمة على مقارنة سعتي الإناءين. الإناء الأول يسوى 10 إناءات حمراء، والقارورة تسع 25 إناء أحمر. إذن سعة الإناء الأول، أحسنتم، أصغر من سعة الإناء الثاني. لننتقل الآن إلى المحور الثاني من الدرس، وهو محور الزمان، ونبدأه بالوضعية التقويمية التالية. خرجت فاطمة وأخوها علي إلى المدرسة على الساعة 8 تماما، واستغرقا 15 دقيقة في الطريق. متى وصلا إلى المدرسة؟ خرجا على 8 تماما، واستغرقا 15 دقيقة. فكروا جيدا في وقت الوصول إلى المدرسة. للإجابة عن الوضعية لا بد أن نتذكر بعض مكتسباتنا حول قراءة الساعة. العقرب الكبير وهو عقرب الدقائق عند الرقم 3، والعقرب الصغير وهو عقرب الساعات بين 1 و 2. الساعة تشير إلى 1:15، ونكتبها على الساعة الرقمية 1:15. العقرب الكبير هنا أو عقرب الدقائق عند الرقم 6، وعقرب الساعات بين 1 و 2. الساعة تشير إلى 1:30، ونكتب على الساعة الرقمية 1:30. العقرب الكبير عند الرقم 9، وعقرب الساعات بين 1 و 2.
الساعة تشير إلى الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة، ونكتبها على الساعة الرقمية الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة. بعد هذا التذكير سننجز النشاط الأول ونرسم العقرب المفقود ونكتب التوقيت على الساعة الرقمية. لاحظ الساعات جيدا ولاحظ التوقيت الذي تشير إليه كل ساعة ثم أكمل. فكروا قليلا. أحسنتم، لقد تمكن غالبكم في إنجاز المطلوب. لنصحح جماعة هذا التمرين. العقرب المفقود هو عقرب الدقائق. الساعة تشير إلى الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة وخمسة وأربعين دقيقة. إذن عقرب الدقائق سيكون عند الرقم تسعة، وأكتب على الساعة الرقمية الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة. الساعة الثانية تشير إلى الثامنة وخمسة عشر دقيقة. العقرب المفقود هو عقرب الساعات. الساعة تشير إلى الثامنة. عقرب الساعات سيكون بين ثمانية وتسعة، وأكتب على الساعة الرقمية الثامنة وخمسة عشر دقيقة. الساعة الثالثة تشير إلى التاسعة وثلاثين دقيقة. العقرب المفقود هو عقرب الدقائق. الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة. عقرب الدقائق عند الرقم ستة، وأكتب على الساعة الرقمية التاسعة وثلاثون دقيقة. أحسنتم. نمر الآن إلى النشاط الثاني، حيث نلاحظ ونربط كل ساعة عقربية بالساعة الرقمية المناسبة. فكروا قليلا في التمرين. أحسنتم، لننجز جماعة هذا النشاط. الساعة الأولى على اليمين. عقرب الساعات عند الرقم سبعة، وعقرب الدقائق عند الرقم ثلاثة. فهذه الساعة تشير إلى السابعة وخمسة عشر دقيقة. الساعة الثانية. عقرب الساعات بين سبعة وثمانية، وعقرب الدقائق عند الرقم ستة. الساعة تشير إلى، أحسنتم، السابعة وثلاثين دقيقة. الساعة الثالثة. عقرب الدقائق عند تسعة، وعقرب الساعات بين سبعة وثمانية. فالساعة تشير إلى السابعة وخمسة وأربعين دقيقة. والساعة الأخيرة. عقرب الساعات عند الرقم ثمانية، وعقرب الدقائق عند الرقم 12. فالساعة تشير إلى الثامنة تماما. أحسنتم. قبل الختام نعود إلى الوضعية التقويمية ونحسب وقت الوصول إلى المدرسة. انطلق علي وأخته فاطمة على الساعة الثامنة إلى المدرسة، واستغرق 15 دقيقة في الطريق. إذن وقت وصولهما إلى المدرسة سيكون هو 8:15 دقيقة. عقرب الساعات عند الرقم 8، وعقرب الدقائق عند الرقم 3، وأكتب على الساعة الرقمية 8:15 دقيقة. وصلت فاطمة وأخوها علي إلى المدرسة على الساعة الثامنة
و15 دقيقة. السادة مسكار تيرا ترم تسنات أسقسي مسير تاد نعم ترم تاد إيجاد أد سوت صغ تيغوري وين أراغ تيوي ناس راد نظر كراني مدياتن أم ديا أم زوارو داري تيغوري ويناد إدير إنو إسم يقان داد السود تيغوري ويناد أد زرغمان تاغوري أسرات سنت إختا وينستينو دمان تاغوري أرستيني طفل أفاد أد نسكو يتوينست دار أنامك سوينغ مات من تقولي أسرة السنتي توينستاد أيوز إسم مستند فرم إينو مستند فرم إيدير إسمينو إيدير إسمينو إيدير أمديا ويسين داري تيغوري ويناد أبريد تبي تيتريد أبريد تبي تيتريد سوينغ ماد من تاغوري أسراد نسنتي تاوين ستنغ أيوز تبي تسنات تيتريت تبي تيتريت تاغوري تام كاروت أبريد تبي تيتريت أبريد تبي تيتريت أبريد أيوز رد ما تي سوديا سكراب داري تي بوري وين آد أور أكل نسركو د ومان سوينغ مات من تقولي أسراد نسنتي تاوين سنغ أيوز آد مستند فرن أور مستند فرن نسركو أدور نسركو مستند فرن أكال أدور نسركو أكال تقولي تام قروت دوامان أدور نسركو أكل دوامان الستاس أدور نسركو أكل دوامان أيوز رنمتي س أولاغمو أتسوت سغ تيغوري وين أراغ تيويناس تمزواروت داري تيغوري ويناد آد أور أبريد تبيم تزلع س سوينغ مات تيغوري وين يضنين إلا منيغ نتين مل وغراس سوينك مات ما منك أراد قينت تمرار وتين نتوين أساد سوينك مات
سكرمة الأغمياد أولو قنون باش أدفلاس نزري ردمتي سو الزري تاوين ستان زوارد من تاقوري أسرد نسنتي تاوين ستنا أيوز آد أستنيد فرم أور أيوز أستنيد فرم تبيم أدور تبيم أستنيد فرم أبريد أدور تبيم أبريد أستنيد فرم س أستنيد فرم تزلا رادة سلسة أدور تبيم أبريد ستزلا أدور تبيم أبريد ستزلا رادة متي ستوينست يضنين السناد من تقولي أسرد السنتي تاوين سناد أيوز مانيغ تقولي تسناد إلا مانيغ إلا مستند فرم أو غراس غراس إيجاد أبريد مانيغ إلا أو غراس مستند فرم نتين مال نتين مال هذا سالسة سالسة سولة كني مانيغ إلا أو غراس نتين مال وديك أسقسي تمتلت نسقسي اختقيرا ماني غلا وغراس انت المل اشكادت تقا تمسيرت نغا تنميرت ارتمسيرت يضني